يديروها هانتوما راه موجوده تلقيها، احسن لك غتجي وتدهني وديري شويه الكفته ولا الطون ولا اللي عندك، ولا غير الفرماج وزويتينات، ها انت درتي البيتزا ديالك. هذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم بنات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ها انتم انتم على الجبابن اللي بغى يدير شي غريبه وشي بهله وشي كعب غزال، ها انتم ما نقولش لكم وما نعاودش لكم. ها انتم البنات تبارك الله شي زين شي تعفاس، تبارك الله اختي فاطمه شي زين عندك تبارك الله. والقصاري ها انتم البنات اللي بغى ياخذ شي حاجه راه قريبه لينا هنا في السكنه، عند المحل هنا في حي البركه، عرفتوا داك الشيء عنده ما نقولش لكم، كيشهي ماشي بحال تشوفوا التليفون ما كيبينش، كتجيو تشوفوا تشوفوا داك الشيء كيسطي وكيهبل ما نقولش لكم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، طواجن اللي ما كيتفرقعش ما نقولش لكم، حيت كاين مسكينه تجيب الطاجين دغيا كيتفرقع، لا هي كتجيب الطاجين اللي طايف في الفران وشي حاجه زوينه وشي حاجه اللي غنقول لكم ما نقولش لكم. اما هادو ديال المقيله اللي عنده شي كروفيت وولادو مصدعينو دغيا يدير الزيت البلديه او دغيا يشحر لك هذيك المقيله ديالو بالكروفيت ولا باي حاجه، واخا غير بيض عادي كلشي زين. فركسه ما نقولش لكم الماء والخل، درت لها ورق سيدنا موسى شويه التحميره شويه مليحه شويه البزار اللي عندك، لا عندك حتى الفلفله حمراء
ديريها مع كتجي زوينه في هكا في البيتزا فهادشي. هانتوما الزعتر حتى هي غنزيدها صافي كيطيب على المهل الماء ديالها، ما كنزيد لا ما لا والو، كنبقى نحرك نحرك حتى تذوب شويه كنطحنها وكنخليها في القريعه ان شاء الله ونشاركها معكم. راه كلشي كيدير هادشي بغيت نشاركو معكم وصافي. ايوا هانتوما ما نقولش لكم الكوزينه فين روينه في العوينه، وقلت ضروري ندير معكم فيديو. هانتوما ماي الخير، تبعوا هاد الفيديو تشوفوا مطيشه الشوليز راه خطيره في الحريره وفي هادشي ديال البيتزا ولي بات كانت خطيره بزاف. ثم البنات انا غندير شي زيت البلديه، راه حركنا عاود حركنا نقص على البوطات واحد شويه كتخبش مزيان، تخليها مازال طيب تحسي بها شويه شربت واحد شويه، ماشي تخليها باقا ما تحسها ترخات مطيشه بحال هكا ترخاها، عاد نطفي عليها واحد شويه عاد نطفي عليها انا ومليحه ضروري واحد شويه الملح كتحركها بحال هكا صافي تلقات الماء درتنا لا ما لا والو، واحد شويه نطفيها صافي نطحنها ونصفيها ونديرها في قريعات يكونوا معقمين ونديرها في الثلاجه وقت ما بغيتي تصايبي بيتزا ولا تصايبي شي لي بات تكون موجوده. هاد المطيشه راه فيها بزاف الوصفات، المطيشه كتشدها كديري معاها الثومه شي جوج كيلو تاع مطيشه مع شي كيلو تومون ولا 6 كيلو كديريها في الفران مع الزيت البلديه، واو شويه ورق سيدنا موسى شويه زعتر شويه كاع كاع الحاجات مزيانه بحال هداك اليازير صافي تخوي على الزيت البلديه يعني تعمري الطاو وتدخلي الفران تعطيب وتخرجي وديريها في قرعيه كتجي زوينه فاش كتكون موجوده. مات هاد الشاشية نفعاتني درت فيها الربيع كتنفع بزاف بزاف، كيبقى الربيع الربيع ديالو المعدنوس يبقى محتفظ ولكن تا نغسلو مزيان كنصفيه وعاد كنديرو فيها كنبيتو ليلة صافي وكنقطو علاش بغيت، كندير دوك الوصفات اللي فايتة ديراهم عندي في القناة بزيت و التومة كنديرو في الهاشوار. إوا هانتوما هاد الشاشية ديرو فيها الربيع وخليوها النعناع الربيع وعلقوها حتى ينشف مزيان وديروه في الثلاجه في بلاستيكه حتى هاد الشاشي كتحتفظ والله على الغبره على بزاف د الحوايج. هانتوما الربيع البنات عرفتي كيخرج من داكشي وصفه ديال الربيع ديال الحريره كنخليه كنقادو نديرو في الثلاجه، ولكن الا كان باقي جديد احسن ديري نهار في نهارو، غير هذا كتوجدي الحوت توجدي بزاف د الحاجه الطاجين. انا راه موجده داك اللي بالثومه والزيت قلت بلاتي نشارك معكم هاد منقولش لك هاد الماكينه العجيبه تاع هاشوار خطير كيطحن مطيشه الخضره اللي بغيتي الكفته اللي بغيتي زوين 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 والله زوين 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 تبارك الله ما شاء الله. هذا راه تاع الدجاج عندي انا ديال الحديد وكيل هذا عندي ما نقول مش هذا لي بيعو المعدنوس ضروري في الدار كدوا كذاب. البنات ها مطيشه ديالنا طابت وبردات شوفو شوفو عرفتو جات كي المخ، هانتو كتخليها تبرد غير شويه كديريها في الماكينه اي ماكينه عندك صافي كطحنيها وكديريها في القراعي ملي كتبغيها كتلقاها موجوده، ولكن ضروري ديري واحد شويه زيت البلديه ومليحه باش ما تخسرش لك نعاود نقولها. صافي كطحنها ان شاء الله سمحوا لي على التصوير هانتوما البنات المطيشه ديالنا بغيتي تزيدي فيها الفلفله لقيتيها الفلفله موجوده هذيك الحمراء ديري معها شويه الفلفله كتجي غزاله ولا زويتيها تكحلين ثم كتعطيو اللون، انا بغيت غير بحال هكا تنشعلها نعاودها بالفلفله ما عنديش الفلفله الفلفله كتاهي كتجي غزاله
فكل شيء كيديرها غير بغيت نشاركها مع البنات، يلاه تزوجوا يديروها نتوما راه موجوده تلقيها احسن لك. غتجي وتدهني ودري شويه كفته ولا الطون ولا اللي عندك، ولا غير الفرماج وزويتينات، ها انت درتي البيتزا ديالك. هذا الشيء اللي كاين. ندير الاخرى في القراعي الاخرين ونكمل معايا الطحين ونحيد هاد ورق سيدنا موسى، حيدوهم صافي. البنات جات غزاله تبارك الله ما شاء الله، عمرت ليا هادو جوج قراعي. موسى غنعمرك القرعه الاخرى هانتوما. شوف هنا جبت 4 كيلو، خديت منها درت بها كسكسو، خديت واحد الحفنه. عرفتوا كي كتجي في الحريره البنات هادي غزاله، غير طحنيها وصفيها من هذوك الجلوف وديريها في الحريره وتفكريني بلا زعما. ماشي هاد المقادير اللي درت، كنشدها انا ديال الحريره كنشدها كنغسلها مزيان شويه الخل والماء وكنديرها في الطحان ديريكت العصاره، كنصفها في الصفايه وكندير بها الحريره. والله ما كندير معها حكس مطيشه، كتجي حريره محمضه وزوينه. هاد السوليز غزاله 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 في الحريره، وهاد الطريقه اللي درت لكم حتى هي غزاله، غير اللي بغى يزيد تكون حمراء بلا ما يقطع الفلفله ولا يبقى يزوق زربان مع رمضان كيكون اكثر الناس اللي خدامين جريع عيان جريع لك. تشدي شويه الفلفله طيبيها مع هاد مطيشه شوليج وكتطحني كلشي وكتجي ديري وتزوقي بالفرماج بالطون كفته الكروفيت اللي عندك اللي كاين. وما شهيتكم الحباب وبغيت نشارك معكم. شوفوا 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 ضروري الكوزينه هي هادي، حنا ناس شعبيين ولاد الشعب، هذاك الشيء على طبيعته. هانتوما 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 تبارك الله ما شاء الله. واللي بغى يزيد يعطيها اللون شويه كتشدي شي زيتونات تحيدي لهم العظم في الكحل وطحنيهم معاهم، كيعطي نكهه زوينه والبنه. هذا الشيء اللي كاين، الصحه والراحه، وبقاو معايا تنشوف هذا الفيديو فين غيكون ان شاء الله، واش كمل ولا باقي. لصقوا شي مع شي وقبلوا على الفيديوهات. والله الحباب راه العجز ما بقيتش تقولي الله يستر داروا لي التمريض في اليدين باش غنمونطي ولا غندير شي حاجه. صافي ما بقيتش قديت وكنت عيانه شويه ما شكيت عليكم، والله يحفظنا ويحفظكم ومبروك عواشركم، وتابعوا هذه المقادير وتفكروني راه غزاله.